السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. بداية، مرتضى منصور طلع قال نفس الكلام اللي قاله محمد الشرقاوي وصبحي عبد السلام مع أحمد جمال في برنامج الزمالك اليوم، قال ان الأهلوية فرحانين ان الزمالك كسب علشان خد نقطارهم من بيراميدز. بداية، قلت لحضراتكم ان الزمالك اتعادل واتغلب من بيراميدز الموسم الماضي في الدوري، والزمالك لو بياخد طار فبياخد طار، فانت بتاخدش طاري من بيراميدز، انت بتاخد طارك. وبعدين تاخد طارك من بيراميدز ليه يا استاذ مرتضى منصور؟ طب ما تيجي تاخد طارك مني، احسب عدد مرات فوز الاهلي على الزمالك، واحسب مرات فوز الزمالك على الاهلي. فرق شاسع، فرق شاسع كبير جدا 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 لصالح النادي الاهلي. فقبل ما تتكلم عن موضوع الطار، تعال خد طارك مني، وريني خد طارك مني بنفسك، وريني امكانياتك وقدراتك. وزي ما بقول لحضراتي، حضرتك انتوا اتغلبتوا من بيراميدز، يعني بتعدين ماتش ومغلوبين ماتش، لو بتاخد طار حد فانت بتاخد طارك يعني. لكن انتوا بتتكلموا بمنطق، انا يا جماعه حد يشاور لي الناس دي بتتكلم من انهي منطق او انهي منطقه في عقلهم بتدلهم على الكلام ده. ده الكلام اللي بيقولوه بيدينهم، بيجي عليهم يعني. انت النهارده لما يكون واحد جاي مع احترامي اسد الغابه اللي هو النادي الاهلي بيتكلم بقى مع حد يعني اقل منه بكتير، وجاي بيقول له انا مسكت لك مش عارف مين، علمت لك الادب علشان اخد حقك. لما تيجي تاخد حقك من الاسد اللي ماسكك هريك ومعلم عليك، يقول لك اصل بيراميدز مع محمد شرقاوي، اصل بيراميدز معلم على النادي الاهلي 3 مرات. طب وانا معلم عليك كم مره كاهلي يعني؟ احسبها وقول لي يا محمد شرقاوي، انت ومرتضى منصور الاهلي معلم عليك كم مره؟ ولما تيجي تاخد طارك مني ولا من بيراميدز، ولا تجيب لي حقي او تجيب لي طارق؟ وبعدين حقك ايه؟ ده انت مغلوب يا اخي، معاكوا حكام ومعاكوا دلع وبتاع، وتهريتوا من بيراميدز الموسم الماضي. يعني مسيبك من اتهريتوا، ومش هنتكلم باللغه بتاعتكم دي، لكن انتوا ما فزتوش عليهم الموسم الماضي. لما تيجي تغلبوا النهارده فانت بتاخد حقك. دي حاجه. الحاجه الثانيه، صبحي عبد السلام اتكلم بيقول لك ايه بقى؟ انا خايف ياجلوا كاس السوبر الموسم ده. ليه يا عم صدقي؟ والله يا صبحي عبد السلام، ليه خايف ياجلوا كاس السوبر ليه؟ قال لك هيجاملوا بقى النادي الاهلي عشان الزمالك في اجمل حالاته وفي احسن حالاته اقوى فريق، فهياجلوا كاس السوبر الموسم ده. وكانه مع احترامي ليه ما يعرفش ان كاس السوبر اللي هيتلعب يوم 20 ده هو كاس السوبر بتاع الموسم اللي فات، مش بتاع ده. صدقني يا استاذ صبحي يا حبيبي، كاس السوبر اللي هيتلعب ده هو بتاع الموسم اللي فات، مش بتاع الموسم ده حتى. ولو هو بمنطق حضرتك يا عبقري ان هيتأجل كاس السوبر علشان الزمالك في قوته، فكرني كده، ده اتأجل ليه؟ مش عارف، مش لاقي مبرر. كاس السوبر بتاع السنه اللي فاتت، مش بتاع الموسم اللي الاهلي خد الدوري فيه ده، لا اللي قبل كده. كاس السوبر ده بتاع اللي قبل كده، اللي هو الاهلي كان فارق شاسع واخد الدوري بسبع ثمان مواسم فارق عن نادي الزمالك، والزمالك وقتها كان طالع رابع الدوري ودخل الكونفدراليه علشان جاب الكاس، خد الكاس ومعرفش امال رابع المره دي راح فين، مش عارف يعني. المهم، الزمالك طالع رابع الدوري وخد كاس مصر السنه اللي فاتت، والنادي الاهلي واخد الدوري 7 مواسم وفرق شاسع ما بين الاهلي والزمالك، اجلوا الدوري ليه؟ فكرني كده يا استاذ صدقي صبحي، ولا صبحي صالح انت، ولا اسمك صبحي عبد السلام. الاهلي فرق شاسع بينه وبين الزمالك، ومع ذلك كاس السوبر اتاجل. المره دي انت بقى تقول لي هيجيله كاس السوبر؟ يا حبيبي ده بتاع السنه اللي فاتت، بتاع الموسم اللي قبل الماضي كاس السوبر ده، فبلاش العنجهيه تاخدك. واحنا طب ما انتوا كده رجعنا تاني لنفس الكلام، الزمالك وبيراميدز بينافس على الدوري، نفس الكلام اللي اتقال السنه اللي فاتت رجعنا. انت استنى بس، ما تزتوش كده وما تفرحوش قوي كده، كلها 11 يوم ونشوف الدنيا رايحه فين، نشوف الراجل فايلر ونشوف ميتشو هيعملوا ايه. يعني عندنا افضل لعيبه، اللعيبه بتاعتنا احسن من منتخبات اللعيبه. يا عمي ما تفتحش صدرك قوي، وبعد كده بترجع بيبقى شكلك وحش. برضه بالنسبه لبعض الكلمات اللي قالها مرتضى منصور، وبرضه كانت حاجه غريبه يعني. هل عمرو الجناين يعني تصرف بحماس قوي وقت تسليم الجوائز والميداليات؟ ما سمحش لحد خالص، لا كبير اليويران ولا اشرف صبحي ولا مرتضى منصور اللي كانوا واقفين على المنصه كلهم زملكاويه، ولا يعني سمحش حد ان ياخد ميداليه ويسلمها للعيب. ده يعني اندمج في الدور، حاسس كانه يعني الزمالك وقلبه على الزمالك، يعني نسي دوره ان هو
قائم باعمال رئيس اتحاد الكره المصري مش عارف. مرتضى منصور قال لك مش عارف السبب، ان عمرو الجنايني هو اللي كان بيسلم الميداليات كلها ومفيش مشكله لانه مننا وعلينا ووشه حلو، وده طبعا الشعور المتبادل ما بين كل الزملكاويه وعمرو الجنايني وعلى راسهم مرتضى منصور، وقبل منهم جماهير نادي الزمالك اللي هتفت لعمرو الجنايني في سابقه انا ما شفتش زيها قبل كده. يعني جماهير بتهتف لرئيس الاتحاد، مش لعيبه عندها ولا حتى الرئيس ناديها، تهتف لرئيس الاتحاد لانهم حاسين بال يعني الحاجات اللي بيعملها عمرو الجنايني في صالح ناديهم. ما عندناش اي مشكله. برضو مرتضى منصور كان هاني عليه في الماتش وقت ما جم يسلموا الكاس، ياخد الكاس من شيكابالا ويجري، شيكابالا عاوز ياخد الكاس وهو واقف جنب منه بيثبت في الكاس، مدحت شلبي بيقول له خلاص بقى يا سياده المستشار خلاص بقى، واحمد جلال ابراهيم لا واقف وسط اللعيبه وهم بيحتفلوا بالكاس، مدحت شلبي بيقول له ايه اللي جابك هنا يا احمد، يا استاذ احمد جلال المستشار احمد جلال، شيء يا جماعه مبسوطين، يا جماعه خليهم يفرحوا، يا جماعه فرحه حلوه، هم بقى لهم فتره كده عاوزين يفرحوا باي حاجه. مرة كان هاين عايز يقول ياخد الكاس ويجري ويجري اللعيبه وراه. برضه بخصوص امير مرتضى منصور وشغل الفتاوي القهاوي، دايما يا اخي البني ادم يبقى متواضع وما يديش تصريحات عنتريه. بمعنى ايه تصريحات عنتريه؟ بمعنى ايه؟ ان هو اتكلم عن جروس اللي جاب لهم الكونفدراليه وكاس السوبر المصري السعودي وساهم بشكل كبير في مباريات الكاس، ما هو لعب مباريات في الكاس برضه، ومع ذلك طالع يقول لك احنا كنا هنمشي. شوف بقى يعني كميه او قمه الغطرسه لما تحس ان انت حاولت تجيب مدرب، مدرب لسه ما ظهرش 4 ماتشات وفرقه كلها يعني مع احترامي لسه ما شفناش، يعني لسه ورينا نفسك بقى في دوري ابطال افريقيا واظهر وبان بقى تقدر، انما انت زيل حكم علشان ميتش وكسبكوا الكاس وقلنا لا. امير مرتضى طالع يقول لك كنا هنمشي جروس الموسم اللي فات قبل نهايه عقده عشان اداؤه ما كانش جيد واداؤه مش عارف ايه وهو لا يستحق ومستواه مش قد كده على يعني امال صبرتوا عليه ليه يا حبيبي وقلت هنصبر عليه لما عاد، لما هو وحش كنت ماشيين، لكن انت ده تفكيرك، لكن لما انت حسيت ان ميتشو او من وجهه نظرك ان ميتشو اعلى من جروس فبدات تتكلم عن ده. الفارق بين واحد زي السيد عبد الحفيظ وواحد زي امير مرتضى منصور، مع الفارق طبعا في التشبيه او المقارنه، ما بقارنش، انا بتكلم على كيان كالنادي الاهلي وكيان كالنادي الزمالك. شوفوا جروس مش ازاي، ولاسارتي رغم اعتراضنا الكبير عليه كجماهير واداره بعد الخساره من بيراميدز بفعل فاعل جهاد جريشه وضربات جزاء اعتراضنا، ومع ذلك مشي بحفله وباحترام وادب، وحتى بعد ما خد هدومه ومشي سيد عبد الحفيظ لما اتكلم عليه لا ادى اللي عليه، وفي ظروف وعوامل وحاجات كتير، حكام ممكن تمشي مدربين وتمشي اجهزه فنيه وتمشي ناس مسؤولين بسبب خطا حكم، والراجل ادى على قد يعني على قد مجهوده او قد فكره او بالنسبه للنادي الاهلي، خد دوري مع النادي الاهلي. نتكلم باحترام عن اي حد اشتغل في النادي الاهلي ومشي، لذلك كل الناس اللي اشتغلوا في النادي الاهلي عارفين قيمه النادي الاهلي وقد ايه النادي الاهلي ده نادي محترم بيشرف مصر بره. وزي ما شفنا اي مدرب او اي حد بيسال عايز يدرب في النادي الاهلي او النادي الاهلي عايز فبيسال فبيعرف ان دي اداره محترمه ونادي محترم. على العكس شفنا الكلام اللي اتقال ان جروس وفايلر لما طلع مرتضى منصور قال لك فايلر وما رضيناش نتعاقد معاه، فايلر هو اللي رفض بناء على سؤاله لجروس السويسري زي حالاته، فقال له ايه رايك في الزمالك؟ قال لك اوعى ده رئيسهم مش ه يعني مش هيسيبك، رئيس نادي الزمالك يعني. فبالتالي فايلر قلب مشي ما رضيش يتعاقد معاهم. نجيبها ازاي بقى؟ الاهلي جاب فايلر لانه سمعته محترمه وسمعته طيبه، لا ده احنا كنا جايبين 700 وهو كان عايز 1,000,000 دولار، يطلع بعدها تركي آل الشيخ يكذبهم من اكتر من سنه، كنا الشباب عاوز نادي الشباب السعودي عايز يتعاقد معاه ب1,300,000 يورو، فالنهارده ازاي؟ ففي فرق في التعامل، في فرق في الفكر، مش اي حاجه يعني مش اي حاجه تطلع تتقال. ده بالنسبة لموضوع مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور وكلام صبحي عبد السلام والأهلي خايف يلعب الزمالك أو ممكن يطلب تأجيل الزمالك. أولا الكلام ده مستحيل مش هيحصل من نادي الأهلي، يعني لأن احنا كجماهير أهلي وكنادي أهلي وأولا عارفين متأكدين إن الأهلي يعني حتى لو في أسوأ حالاته ممكن بيفرح جمهوره ويحصل على بطولات، وإحنا هدفنا او امنيتنا النادي الاهلي يوصل الى اعلى مستوى ليه كان وصل له زي ما شفنا قبل كده الاهلي وقت مانويل جوزيه. ثم ان الكوره مكسب وخساره،
ايه يعني؟ طب ما انا كده كده مهما اتاجلت او هلعب هتفرق معايا في ايه؟ احنا ممكن اكسب. وبعدين في بعض المباريات كتير برضو من حضراتكم مش دايما الافضل هو اللي بيفوز، يعني اوقات كتير قوي الاهلي يبقى مستحوذ ويجي هجمه مرتده من الزمالك، الزمالك يكسب. اوقات كتير الزمالك يبقى مستحوذ وهجمه مرتده يجي الاهلي يكسب. كره القدم ملهاش كبير، ملهاش كتالوج. لكن تقول لي اصله خايف يلعب دلوقتي زي ما عمل مع بيراميدز، يا ريتنا كان اتحاد الكره ساب كل حاجه زي ما هي، ما عدلش لا كاس مكان دوري ولا دوري مكان كاس، يعني مباراه بيراميدز. لكن هو ده يعني فكركم، وفكركم دايما محدود. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، لو بتشوفنا لاول مره اشترك بالقناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. السلام عليكم ورحمه الله.